يا بابي والله ما في حاجة من دي، هي بتقول كده وخلاص، لكن مامي عمرها ما هتتجوز وتسيبني. كلام ميادة مظبوط يا بابا. يا ماما بس بتحاول تستفز حضرتك مش أكتر. هي دلوقتي شرط إن أنا أرجع لها الفلوس الأول، ولو ده حصل هتقولي شكرا مش راجعها لك. بس برضو اللي حضرتك عملته ما كانش سهل، كان ممكن نقعد ونتفق. ما قعدنا وما اتفقناش على حاجة. المرة دي هنتفق يا بابا، بس حضرتك تسمع كلامنا وتيجي معانا وكل مشكلة وليها حل إن شاء الله. ماشي، أنا موافق علشان خاطركم، واللي هتحكموا بيه أنا هعمله، بس فلوسي وتعبي وشقايا السنين اللي فاتت دي كلها لازم يتقدر، مش هينفع تاكل حقي. تمام؟ البوليس عايزك يا طارق بيه. بوليس؟ في ايه يا فندم؟ في ان حضرتك مطلوب القبض عليه. ليه وانا عملت ايه؟ حضرتك متهم في جريمة قتل يا طارق بيه. جميلة فين؟ ده انتي مش ليكي حق تطرديني من المستشفى وتجيبي لي الامن، ده انتي من حق تديني باللي في رجلي. انتي ايه اللي جابك هنا؟ انتي عايزه ايه بالظبط؟ انا عايزه اقولك اني لسه عارفه المصيبه اللي انتي فيها دي، وكل ده من تحت رؤوس الحربايه اللي اسمها نرمين. ما هي طبعا مش عايزه زيد يخلف منك عشان ما يكونش ليه عيال غير منها. كل ده كلام قديم وعارفينه، في حاجه تاني؟ بس انا ما كنتش اعرفه، هو لسه معترف لي بيه دلوقتي وجاي يقول انا في ورطه خرجيني منها. طبعا ولا عبرته. اقسم بالله يا جميله انا زيك، انا خدت على قفايا السفله اللي كنت فاكراها صاحبتي، جت ولفت على جوزي وخدته مني. تفتكري ممكن اامن له بعد اللي عمله؟ وتفتكري انا ممكن اامن لك بعد اللي جوزك عمله فيا؟ وبعدين ما نرمين في الاخر هي طلعت صاحبتك يا شيري. اه طبعا يا جميله ممكن تامني لي، عشان انا جايلك لحد هنا وبقولك انا معاكي وجنبك ومش هسيبك. وعشان تطمني اكتر انا هقولك على هشام عمله، من اول حريق العربيه لحد البلطجي اللي بعته لشريف البيت عشان يضربه. اه طبعا، امال انت فاهمه ايه؟ انا متجوزه شيطان بيكره جوزك كره العمى، ده كان هيلبسه قضيه مخدرات. تشهدي بكل الكلام ده في المحكمه؟ بس يا جميل انا هتطلق وهو سايبني على الحديده، ده انا قاعده في شقه مفروشه. تاخدي كام اللي دفعتيه المي عشان تبعد عن اكرم؟ اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.